فده المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية جلسة مباحثات ثنائية مع السيد جيرارد ستيك سفير هولندا بالقاهرة، تناولت سبل زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين. وأوضح الوزير أن هناك فرصا كبيرة للتعاون في العديد من المجالات، ومنها التدريب والصناعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة ومشروعات البنية التحتية والصناعات المغذية للسيارات. كذلك تم استعراض كافة المعوقات التي تواجه بعض الصادرات المصرية إلى السوق الهولندي، خاصة في قطاع الحاصلات الزراعية، وكذلك أهم الفرص الاستثمارية المتاحة لجذب الشركات الهولندية الراغبة في الاستثمار في مصر، خاصة في منطقة محور تنمية قناة السويس، حيث تعد هذه المنطقة أحد أهم المناطق الاستثمارية الواعدة ليس في مصر فقط بل على المستوى العالمي. ومن جانبه أكد السفير الهولندي بالقاهرة رغبة بلاده في تنمية التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر ودعم خطط التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشركات الهولندية التي تترقب استقرار الأوضاع في مصر للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري. وأشار إلى أن بلاده على استعداد تام لتقديم خبراتها لمساندة الاقتصاد المصري سواء في مجال النقل وتطوير الموانئ وفي مختلف القطاعات الصناعية والتكنولوجية.